هذيك هي كرة القدم. اليوم زوز حراس تألقوا، لكن فما حارس اللي هو نجم عطاه ثلاث نقاط من فضل ربي، ودونك من حسن حظنا احنا انه اليوم بن شريفيه تمكن باش يصد كوره وقت اللي احنا 2-0 قبل الورقه الحمراء الكارت الثاني اللي هي لو تورنون دي ماتش، خاطر وقت اللي ولينا نلعبوا بتسعه وحارس وقتها الاولمبي الباجي ولا خطير علينا، دونك جاتنا كره العوجي ما دخلتش وجات ضربه الجزاء ما دخلتش، الورقه الحمراء بدلت المباراه. الحمد لله في الاخير كان عندنا حارس كنا نجم نعولوا عليه، ثلاثه نقاط خلونا في مرتبه مرتاحة، لكن مازال حسابيا ما ضمناش البقاء متاعنا في هالبطولة اللي تضحك، نقولها ديما نقولها وربي يستر وكهو.